أحبابي مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفعة كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، وإحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبرتاج. قضية اليوم انطلقت نهار 9 نوفمبر 2007 مع الحداش متاع الليل في منطقة الفالدواز الفرنسية على ديبارتمونتال 9، يعني الطريق الإقليمية رقم 9 اللي ما بين شاتوني وغوسانفيل. كهرباء من نوع سيات كوردوبا، يسوق فيها شاب اسمه جوان ومعه صاحبته إيميلي. الليلة كانت باردة والدنيا بالطبيعة ظلام، والكهرباء شاقة كياس فارغ في الخلية المخلي، وكي تقول أنبوبة متاع حاكم لا معناها الكهرباء ما يتشافوا منها كان في ناراتها. وفجأة وفي منعرج من منعرجات هاك الكهرباء خرجت من الكياس ومشيت مباشرة عن الشجرة. الفتشات القدامية متاعها كلها تفتست، وليفار بالطبيعة هبتو دوكديك، يعني سميد خمسة يسي. الحاصل مبقى كان الكلاكسون يزمر على روحه في جرة بعضه، لكن الدنيا خلاب خيفة، وكما يقولوا شكون داري عليك يا عصفور بوزمارة فين عرايف بايت، معناها هاك الكلاكسون باش ياكل البطري ومن بعد يسكت وحده. مختصر الحديث، ومن حسن حظ السائق جوان ومرافقته إيميلي ما كان عندهم مبدئيا حتى أضرار، ما عدا الرذوذ الخفيفة اللي خلفها لهم هاك الاصطدام متاع السيارة بالشجرة. لكن المسألة ما وقفتش لها الحد، والأحداث والمنعرجات باش تتسارع بشكل كبير كما تعرفوا برنامج نهج التريبيونال. وأول شيء صار هو اندلاع حريق مفاجئ في الكرسي اللي بجنب السائق. النار يا لندرا كيفاش شدت في الحوايج متاع إيميلي، وهي المسكينة مازالت ما فقدش من الصدمة وما هيش فاهمة شنو اللي صار، وتخلطوا عليها رعب وخوف وربثة، ما عادش عارفة اش تعمل. وليت سامور متاع نار ينط من بلاصة لبلاصة فيها كالليل. المسكينة بقات تجري من شيرة لشيرة وتعيط وتستغاث، وفي الاخر وكما عاد بيها وين والوجيعة متاع الحرائق اللي في بدنها ولات فوق طاقتها، رمات روحها على حشيش وبدات تتمرغط فيه لعل وعسى تتمكن من اطفاء النار. وجاب ربي الشهر هو نوفمبر والدنيا باردة والحشيش مندي، وبقات بحرارة الروح تتمرغط من الشيرات الكل حتى لين تمكنت من اخمادها. في تواتر هالأحداث وفي نفس المكان، يعني هكا الطريق، الصدف شاءت أنه كرهبة جات في هكا اللحظة هذيك، ورغم اللي الطريق ما كانش مستعمل برشا وقليل اللي تعداو منه، هكا الكرهبة هذيك كان يسوق فيها واحد اسمه يواكيم ومعه رفيقته اللي اسمها إيزابيل. ودوب ما شافوا هكا الكرهبة تاكل فيها النار هبطوا يجريوا، ولقاو جوان واقف ماهوش بعيد على الحريق، وطفلة ممدود على كرشة فوق الحشيش والدخان طالع منها. ولهنا يواكيم أو جواكيم كهب على إيميلي باش يفهم شنو اللي صار لها، ولقاها المسكينة تحرقت بشكل شبه كلي أما مازالت تتنفس، معناها مازال فيها عرق لحياة. إيميلي شطر وجهها كان مفحم، وذن من وذنيها ما ثماش، ذابت من نار وراسها من تالي ولا من غير جلدة، بالعمل الجمجمة متاعها بانت. جوان اللي كان في الكهرباء مع إيميلي ولا في حالة ذهول تام، وبقى يتفرج في صاحبته ولا يحرك ساكنا وكأنه غايب على الوجود. وجاب ربي الصدفة كما قلنا لكم، جابت يواكيم لهكا البلاصة وهو اللي طلب الإسعاف.
في طرابة الأحداث الأمبولانس خلطت والإسعاف هزوا إيميلي وهي في حالة ميؤوس منها وما تسمع إلا نفس متاحة طالع هابط والحريق شوهها بكلها والمسعفين تلزوا باش يقصوا لها سروالها بالمقص على أساس ينجموا يفصلوها على جسمها والمسكينة ثيابها الداخلية لسقوا فيها من قوة الحريق وتنحاوا بالحمى متاحهم ونعفيكم من أكثر وصف لها المشهد المريع. مختصر الحديث، إيميلي هزوها للسبيطار والأمل في إنقاذها ضئيل جدا باش ما نقولوش معدوم. في نفس الإطار وفي مكان الواقعة، الحرس اللي جاوا على عين المكان انطلقوا في المعاينة والتحريات لمعرفة أسباب ومسببات الحادث، وأول واحد استجوبوه بتبيعة هو جوان باعتباره شاهد العيان الوحيد، وكي سألوه على أسباب الحادث قال اللي ما كانش يجري، يعني سرعته أقل برشة من 50 كيلومتر. وقت اللي يوصل للمنعرج اللي صار فيه الحادث شاف جسم كبير وأكحل خارج من الحشيش وشق الكياس، وربما يكون خنزير خارج من الغابة وقاسس الكياس من اليمين لليسار. جوان يعتقد اللي هو حيوان أما ماهوش متأكد اللي هو حلوف، لأنه الحادث صار بسرعة وما كانش عنده الوقت باش يثبت في هكا الحيوان. وباقي وعلى لسان جوان قال أنه حاول باش يتجنب هكا الآفة اللي تحذفت عليه وعمل كود فولون، معناها دور المقود متاع الكهرباء فجأة في آخر وقت، ووقتها فقد التحكم فيها ومشى مباشرة كما قلنا لكم ولقى روحه هو وكهربته معنقين الشجرة. في نفس الإطار من المعاينة والتحقيق في الحادث، الحرس احتفظوا بحكاية الحيوان اللي شق الكياس على اعتبار أنه الخنزير هو اللي تسبب في الحادث، علما وأنه هكا المنطقة هذيك تغلي بهم غليان، والسواق عادة يخافوا وقت اللي يقص عليهم حلوف ويتجنبوا أي استدام به لأنه ينجم يتسبب في قلبان كرهبة. جوان صاحب إيميلي قال أنه بعد ما دخل فيها كشجرة فقد وعيه لمدة لحظات، وكي حل عينيه يلقى يدين إيميلي يشعلوا بالنار، حاول باش يطفيهم بيديه لكن ما نجمش، ووقتها هي قررت باش تهبط من الكهرباء وبدال كابوس متاعها بالرسمي، لأن هبوطها من السيارة اللي كانت بيبانها مسكرة تسبب في ارتفاع نسبة الأكسجين، وبطبيعة الحال النار تتغذى بك الأكسجين وزادت لهبت، وجوان زاد جبد دبوزة متاع ماء وخلط على إيميلي وحاول باش يكب عليها هكا الماء هذاك ثمش ما يطفي الحريق، لكن دون جدوى وربما زاد غذى النار. وقتها مشى للكوفر متاع كرهبته اللي مازالت ما شعلتش كليا وحل الكوفر التيلاني وجبد منه الاكستانكتور، معناها متفات النجدة، لكن ما تمكنش باش يشغل ويطفي صاحبته إيميلي لأنه فم المتفات كان مكسر، معناها الصدف والهموم الكل تجمعوا مع بعضهم فيها كالليلة. وفي نهاية الأمر جوان ما بقاله كان حل واحد، مشى طول ونحل بلوزون تاعو وبرك على إيميلي المسكينة اللي كانت على كرشها فوق الحشيش وهي تتمرغد تحب تطفي النار، ووقتها تمكن من إخماد ما تبقى من نيران. وفي نفسك اللحظة هذيك جواكيمك اللي جاب الكهرباء هبط يجري هو وصاحبته إيزابيل باش يسحفوا إيميلي. في نفس هالسياق وبعد ما جوان حكى على مجريات الأحداث للحرس، بداوا في معاينة مكان الحادث باش يثبتوا في اللي قالوه لهم جوان، ولقاو فعلا دبوزة الماء مطيشة ومعها هكا المدفات اللي ما تمكنش باش يخدمها ويطفي الحريق اللي موجود على الجسم بتاع إيميلي. ومش بعيد عليهم لقاو زادة كيس كبير كيما اللي يستعملوه الجزارة باش يحطوا فيه الفيسير، معناها الزوايد والفواضل متاع المصران والكرشة وغيرهم، واللي كانوا يستعملوهم برشا الصيادة كتعم يجيبوا به الحلوف. هالكيس هذا باش يزيد يأيد ما قاله جوان في خصوص الخنزير اللي قص عليه الكياس، وربما ريحة الكيس هي اللي خلت الخنزير يمشي في اتجاهه. في نهاية الأمر أعوان الحرس حطوا في المحضر متاعهم أنه اللي صار هو حادث مرور متسبب فيه خنزير. وفي الأثناء إيميلي هزوها المستشفى الحروق البليغة متاع كلامار، وهو الوحيد المختص في المسألة هذه،
ونظرا لحالتها الصعبة واللي كانت ما بين موت وحياة تتطلب تدخل سريع، فيسع ما حطوها تحت العناية المركزة والأطباء ما سلموش فيها بالكل وعملوا كل مجهوداتهم وأكثر باش ينقذوها. وصارت المعجزة وإيميلي تكتب لها عمر جديد ومنعت من موت محقق، لكن المسكينة باش تبقى مشوهة بقية حياتها. في مجريات هالأحداث ومن غدوة الصباح الملف متاع هالحادثة باش يتم غلقه، والحرس استدعاو جوان صاحب إيميلي على أساس يفكوا معاه الغموض اللي كان موجود على حاجة واحدة ويتم ختم البحث. وجوان وقت اللي جاء للحرس سألوه شنية الأسباب متاع اندلاع الحريق، معناها طلبوا منه باش يعطيهم تفسير لحكاية النار اللي شعلت في الكهرباء. جوان قال لهم أنه نهارتها تعدى المغازة وقضى منها حاجات متعود يشريهم، معناها مواد غذائية متاع كل يوم ومعاهم الكول، مش بمعنى الكحول يعني الخمر، وإنما سبيريتو يعني كحول سريع الالتهاب، وفما اللي يزيدوه الكوكا ويسكروا به باش تفهموا الحكاية. ويا ما حوادث صارت مع النوعية هذم واللي يسميهم زبراتها، ها هوكا يشرب كاس ويشعل سيجارو ويلهب بكله. مختصر الحديث من جملة ما شرى سي جوان هذا مادة متاع تنظيف اسمها وايت سبيريت باش يمسح بها كرهبته، ومن غير ما نقولوا أنه هالمواد هذه مخترة جدا وسريعة الالتهاب. وقت اللي شراها كالالكول والمنظف حل غلقات متاع الدبابز باش يشمهم، وكي سألوه الواش قال لهم هذه عادة عندي، ديما نتأكد بالشم أنه المادة اللي شريتها صحيحة. والعادة هذه خذاها بحكم أنه يخدم في مطبعة ويستعملوا فيها مواد، وديما يحل غلقات الدبابز ويشم باش يقطع الشك. الاحتمال اللي يحب يوصله جوان أنه بعد ما حلها كدبابز ما سكرش الغلقات متاعهم مليح وحطهم على الكرسي التيناني مع بقية القاضية، وبالتالي المحتوى متاعهم اتبزع في وسط الكهرباء. لكن الكلام متاع جوان هذا ما يفسرش بالكل كيفاش النار شعلت، لأنه يلزم ثم أسباب واضحة ومقنعة، للكل ما يشعلش وحده. وتفسيرا لاندلاع النار جوان قال أنه في لحظة استدام السيارة بالشجرة شاف شرارة متاع نار ويعتقد اللي هي بريكية وكانت في يد إيميلي وحبت تشعل سيجارو، ويمكن كي قد حتى الشرارة خرجت وهي اللي تثبت في إضرام النار، نظرا لأنه هكا الكحول تكب وسرى تحت الكراسي. وبالرواية هذه جوان حب يثبت أنه اللي صار مصادفة غريبة خلات الحريق يصير في نفس اللحظة اللي صار فيها الحادث. ومش لازم نقولوا أنه التفسيرات اللي اعطاهم جوان ما أقنعوش المحققين بتاع الحرس البتة. في تسلسل هالأحداث أعوان الحرس بعد ما عملوا تحريات فيما يخص جوان القاوة خالي السوابق العدلية، ومن خلال بحث الأجوار اتبين اللي هو شاب ما عنده حتى مشاكل وسلوكه مستقيم وخدام. وفيما يخص علاقته بإيميلي عرفها من مدة 4 سنين التالي، يعني في عام 2003، وبالتحديد هي عمرها في هكا الوقت 16 سنة. وهالعلاقة متاع الصداقة في ساعة ما تحولت إلى حب، وحب كبير جدا، ولو ما يتفارقوش وكأنهم عايشين مع بعضهم كل أزواج. والعلمكم أنه قبل الحادث بأسابيع جوان وإيميلي كانوا ناويين يعملوا الخطوبة متاعهم وباش يوليوا يسكنوا مع بعضهم تحت سقف واحد بصفة نهائية. وجوان باش يعبر لها على حسن نواياه اهدى لها خاتم الخطوبة مسبقا. والمحققين في حياة جوان ما لقاو حتى حاجة تنجم تمكنهم باش يفهموا الشيء اللي صار بطريقة مقنعة، خاصة وأنهم لاحظوا عدة أشياء محيرة، وأولهم غياب أثار متاع جيلي على الكياس واللي تنجم توضح وتدل أنه جوان انزل على الفرام باش يحاول إيقاف السيارة قبل ما تدخل في الشجرة. والدليل على هذا أنه كيف قد التحكم في الكهرباء ما حاولش باش يستعمل الفرامل، وهذا أقل حاجة بالنسبة للمحققين، سلوك غريب جدا، لأنه ردة الفعل الغريزية عند كل سائق وقت اللي يشعر بالخطر
هي محاولة إيقاف السيارة بأسرع ما يمكن، معناها ينزل على الفران، وهذا من المفروض يخلي أثار العجلات على الطريق. والمسألة زادة ما تخصش كان الفرامل، وإنما وضعية السيارة اللي مصطدمة بالشجرة وكانت مستقيمة، يعني مستوية بالسانتي، معناها الاستدام كان مفتعل والمفاجآت ما زالت بالنسبة للحرس. وأكيد تتذكروا أنه جوان قال للحرس في أول القضية أنه عمل كود فولون، يعني دور المقود بسرعة باش يهرب من الخنزير، ومن المفروض في الحالة هذه يلزم يلقاه العجالي متاع الكرهبة دايرين على اليمين، معناها في الاتجاه متاع الكرهبة وقت اللي خرجت من الطريق. لكن المختصين متاع حرس المرور القاو العجلات مستويين ومقابلين الشجرة. اشنو استويت نفسها بنفسها؟ فيها التطور هذا من المعاينات والتحقيقات، المحققين بداوا يشكوا بصفة جدية في أقوال جوان، وصار عندهم اعتقاد أنه الاستدام كان مفتعل، متى حد خلى السيارة متاعه تصدم في الشجرة عن قصد، وخلف هذا ما كانش يجري بسرعة كبيرة باش ما يتضرش بحكم اللي هو يسوق فيها. وهوك في نظر للناس حادث مرور تحول إلى مأساة وقت اللي اندلع حريق في السيارة. لكن هذا الكل فيه جانب قناعات وجانب تخمينات، وللشي هذا الحرس عملوا إكسبرتيز، يعني قاموا بمعاينة السيارة من طرف أخصائيين. لكن هكا الكهرباء ولات شبه هيكل متفحم، والمختصين اخذوا أجزاء التابي أو الموكات اللي تحت كرسي السائق وكرسي المرافق وفحصوهم على أساس يلقاوش فيهم مواد حارقة. وبالطريقة هذه تتأيد الرواية متاع جوان، واللي أكد أنه دبوزة الكول تكبت اللوتة في الكهرباء. لكن التحاليل أثبتوا أنه الكمية متاع الكحول اللي لقاوها ضئيلة جدا، ولهنا استندوا على تقرير الطبيب الشرعي واللي قال أنه أغلب الحروق اللي كانت عند إيميلي هي في الجزء العلوي من جسمها، وأساسا في التورس، يعني في الجذع واليدين وخاصة على مستوى الرأس. وهذا يوضح أنه النار شعلت من فوق وانطلقت من إيميلي نفسها، ولهنا الفرضية الوحيدة الممكنة أنه تم سكب المادة الحارقة على رأس إيميلي، ومن بعد تم إضرام النار والحريق بدا من رأسها وواصل إلى بقية جسمها. وهذاك علاش جلدة جمجمتها طارت والعظم متاعها ولا باين، ما نحكيوش على وذنها اللي ذابت بالنار. باختصار، لو كان النار شعلت من الأسفل راهم الأجزاء السفلية متاع إيميلي تضروا أكثر من بدنها الفوقاني. والاستنتاج الوحيد أنه إيميلي تحرقت بفعل فاعل، ويا إما جوان يكذب على المحققين وإلا هو الجاني وثم حقيقة أخرى يحب يخبيها. وكما يقولوا البحث يجيب. المحققين من الحرس في المرحلة هذه زادوا تعمقوا في الأبحاث وطلبوا الحوايج اللي كانت لابستهم إيميلي ليلة الحادثة، واللي أمها وبوها احتفظوا بيهم رغم اللي تحرقوا بشكل شبه كلي. شنو اللي حبوا يقوموا به المحققين؟ هو معرفة نسبة تواجد الكحول أو مادة حارقة في الحوايج متاع إيميلي، على أساس يأيدوا أو يفندوا فرضية أنه المواد هذه تكبت عليها من فوق إلى أسفل. وفي الحالة هذه الشيء اللي صار يولي عمل إجرامي. ولهنا وقت اللي خرجت النتيجة متاع التحليل توضح أنه الألكول والمواد الحارقة كانوا موجودين بكثافة على المريول والبلوزون اللي كانت لابستهم إيميلي، والبونتالون تاعها يعني سروالها ما كانش فيه برشا خاصة في الأسفل. بعد النتائج متاع التحليل القناعة ولات عند الحرس أنه الحادث مفتعل والحريق صار بفعل فاعل، لكن المحققين يلزمهم تأييدات للشيء هذا وما ينجموا يتحصلوا عليها إلا من عند الطرف الثاني وقت اللي يسمعوه، من عند إيميلي بالطبيعة واللي هي تعرضت لك الحريق في جسمها. والأطباء كما سبق وقلنا لكم تمكنوا من إنقاذها، لكن بقات في غيبوبة عميقة طيلة 5 أسابيع، وكانوا باش يفصلوها على الأجهزة اللي كانوا مخلينا على قيد الحياة. لكن إيميلي عمرها مازال في الدنيا وفاقت من غيبوبتها، ووقتها ولا ممكن استجوابها لمعرفة روايتها للأحداث.
لكن المحققين بش يتفاجئوا من كلامها، لأنها قالت برشا حاجات باهي على جوان، ومن جملتهم اللي هو شاب تحفون يحبها ويخمم عليها وعامل معها المليح وما يش مستعدة بش تسلم فيه. إيميلي أيدت للحرس أنه المتسبب في الحادث هو حيوان، والأرجح حسب كلامها حلوف، وقالت اللي هو قص عليهم وأجبر جوان بش يفقد التحكم في المقود ويدخل في شجرة. المحققين بقوا باهتين، لأنه المعاينة متاحهم وكل التحريات تثبت حاجة أخرى، ولاحظوا أنه إيميلي أثناء الاستجواب متاحها التعاود في كلام كأنها حافظت وحفاظها أو قالوه لها، والعون اللي مشاله حس اللي عندها صعوبة كبيرة استرجاع الذاكرة متاحها، ومجريات الأحداث بما فيهم الأكسيدون وهكا الحريقة تحكي فيهم بطريقة مشتة، وكانت في حديثها أحيانا فاقدة لكل منطق وكلامها ما عنده حتى معنى. ولهنا المحققين قروا باش يقصوا على الاستجواب، على اعتبار أنه إيميلي ما زالت ما استرجعتش كامل قواها والوعي متاعها. في ترابط هالأحداث المحققين متاع الحرس بقاو يستناو أيامات أخرين حتى لين الأطباء أكدوا لهم اللي إيميلي تماثلت للشفاء، ووقتها تنقلوا لها للمستشفى. لكن المرة هذه إيميلي ولات تحكي في شيء آخر مغاير تماما للي حكيته المرة الأولى دوب ما فاقت من غيبوبتها، وقالت أنه في الفترة اللي كانت فيها في الإنعاش جوان كان يدخل لها ويشد جنبها ويبقى يهمسلها في أذنها في رواية الحادث، معناها رواية الأحداث حسب طريقته هو، ويقول لها في برشا كلام آخر بصفة مسترسلة ومعاودة، حتى لين تسلسل الأحداث اللي حكاهولها اركح في ذهنها، بعبارة أوضح عمل لها نوع من التنويم وغسل دماغ بالطريقة متاعه، وهذاك علاش دوب ما فاقت ما استكملتش الوعي متاعها، وحكيت تقريبا نفس اللي علمهولها جون وقت اللي هي في غيبوبة، وأقنعها في ذهنها أنها تقول نفس الحديث باش هكاك شركة التأمين تعترف بالحادث وبالحريق. لكن في هالاستجواب الثاني متاع الأمنيين وقت اللي إيميلي استرجعت كل طاقاتها الذهنية، قالت اللي هي ما تتذكرش بالكل أنه قص عليهم حيوان، لا حلوف لا كركدن ولا غزال ولا فيل، وعندها إحساس أنه جوان خطط للحادث ورتب كل شيء باش يحرقها أو يتخلص منها أصلاً ويخلي الناس الكل تظن أنه حادث. ولهنا الحدث والخبرة متاع محققين الحرس كانت في بلاستها، واللي توقعوه من المعاينة متاع الحادث صار الإيميلي بما فيهم حالتها دوب ما خرجت من الغيبوبة. في المرحلة هذه من القضية وستة شهر بعد الحادث، إيميلي قطعت علاقتها نهائيا بخطيبها جوان، واللي بقى يقول للناس اللي حاولوا أنه ما هوش فاهم علاش هي فسخت الخطوبة، واعتبر أنه ما عنده حتى مسؤولية في اللي صار. إيميلي من شيرتها وقت اللي عاودوا المحققين حكاوا معها قالت أنه جوان كان ديما يهين ويقزم فيها ويعاملها بمعاملة سيئة جدا، وقالت اللي هو مغيار بشكل مرضي، وهذا اللي تسبب في أغلب المشاكل اللي بينها وبينه. وبالنسبة للمحققين الحرس حتى شيء ما يثبت أنه العلاقة ما بين جوان وإيميلي متوترة، بدليل أنه قبل الحادث بأيامات أخذوا دار وبداوا يأثوا فيها باش يعيشوا مع بعضهم، وهذاك علاش المحققين حاصروا إيميلي بالأسئلة، حتى لين انهارت وقالت أنها في الحقيقة تخاف من جوان، مرعوبة منه لأنه سبق وصار بيناتهم قبل الخلاف وهما في الكرهبة، وقتها ولا يسوق في سياقة جنونية ومتهورة ويجري بالكرهبة في سرعة فوق 140 كيلومتر وكأنه يحاول باش يعمل حادث. وإيميلي قالت أنه نهارتها شافت الموت بعينيها، ومن وقتها ولات تخاف منه خوف أزرق وما تحاولش تعكسه في حتى شيء. في نفس هالسياق وباقي وعلى لسان إيميلي أكدت أنه علاقتها مع جوان بعد كالخوف اللي حست به في وسط السيارة وهو يجري بسرعة جنونية انتهت بالنسبة لها، والخطوبة فات، ومن وقتها قابلت شاب آخر ولات تشوفه باستمرار وتحبه، وقالت اللي هو ولا حب حياتها،
وليلة هالحادثة كانت باش تتقابل هي والشاب هذا في داره في غوسانفيل، وقالت لجوان أنها ماشية لسهرية بينها وبين زملائها القدم في الليسي، ويلزمها تكون وحدها لأنه هالحفل ما يحضروا فيه كان قدماء المعهد. ورغم هذا جوان شد فيها صحيح وقال لها نشيعك حتى للبلاصة اللي فيها السهرية ونستناك نروح بيك، معناها كان فايق بحاجة ويعرف اللي ثم شاب آخر في حياتها. باقي وعلى لسان إيميلي قالت اللي هي قبلت على المضض أنه جوان بش يوصلها، لكن هما في الثنية ماخذاش الكياس العادي اللي يهز غوسانفيل وإنما أخذ طريق آخر مغاير. قالت له شبيك يا أخي معاش تعرفها الثنية؟ ماك تعديت منها عدة مرات. وكيف فهمت اللي هو تعمد بش يرجع بها بقات تقول له وقف الكرهبة هبتني أتو ندبر راسي ونمشي وحدي، لكن هو قال لها بش يرجع للدار يجيب الكارت متاع الفيديو كلوب باش يكري أفلام يتفرج فيهم ليلتها. وإيميلي بدأت تلحلح بيه باش يرجع ويوصلها لغوسانفيل، لكن ما حبش وزادت خل بيها للطريق الإقليمية رقم 9 واللي كانت ما تحبهاش وتخاف منها برشا لأن أخوها اللي أصغر منها أعمل حادث غادي ومات. وجوان يعرف الشي هذا ويحب ينتقم منها ويلعب لها على أعصابها. وهو جايكم الحديث في نفس الإطار. إيميلي تحكي على مجريات الأحداث للأمنيين الحرس، قالت أنه ليلتها محاولاتها في إقناع جوان باش يهزها لغوسانفيل فشلت، وكانت الخاتمة متاعها هو هكا الحادث والدخول في هكا الشجرة. وبعد الاستدام هذا إيميلي جات باش تحل الباب وتعبت، لكن بعد الربثة والخوف الباب ما طوعهاش ودوب ما هبطت فاقت اللي حوايجها من تالي بالنار وما هيش عارفة منين جاها هكا اللهيب وشد فيها. إيميلي ذكرت زادة اللي هي مشيت تجري ورمات روحها على الحشيش وبدت تتمرغط في وسطه فماش ما تطفى النار. وقتها حست أن واحد برك عليها ببلوزون على أساس يحب يطفي النار، لكن في الحقيقة حب يقطع عليها نفس، وبتبع الشخص هذا هو خطيبها جوان. باقي في السردية متاع إيميلي قالت اللي هو توقف فجأة على مشروع الخنق متاعه لأنه شاف نارات متاع كرهبة جاية ووقفت بحذاهم، وقتها تنطر من فوقها وسايبها وبقى واقف. وبطبيعة الحال بقية الأحداث تعرفوها لأنه هكا السيد يواكيم ورفيقته هما اللي منعوها بحكم اللي طلبوا الإسعاف. وإيميليزا تأكدت للمحقين الحرس أنها باش تتقدم بشكوى ضد جوان وتتهموا فيها بمحاولة قتلها، وفعلا هذاك هو اللي صار، قدمت به قضية. في تتالي هالأحداث وترابطها الحرس باش يكتشفوا معطى جديد يورد جوان، وهذا من خلال الاتصالات الهاتفية متاعه واللي قام بها في الفترة اللي سبقت الواقعة معناها ليلة الحادث. والأمنيين الحرس عرفوا أنه الهاتف متاعه تم رصده في محطة الأرتال متاع غوسانفيل. والمثير للحيرة أنه إيميلي نهارتها عندها موعد في الصباح مع صاحبها الجديد وباش ياخذوا القطار. ولهنا السؤال المطروح، ايش مهز جوان المحطة الارتال وخلينا نقولوا لانجار، ايش عنده يعمل فيها؟ اللهم بقى يتبع في إيميلي ويراقب فيها، وشافها هي وحبيبها يتبادلوا في بعض القبولات المطولة واللي خلات النار تشعل في داخله كأنها جهنم. وبتبيع هالمعطى هذا وفر للحرس دافع للجريمة، معناها جوان حاول باش يقتل إيميلي لأنه اعتبرها تخون فيه. في نفس السياق المحققين متاع الحرس حاولوا باش يلقاو دليل مادي يقنع النيابة العمومية، وعلى هذاك بعثوا أخصائي باش يعاين الكرهبة متاع جوان واللي بتبيعها كانت في الكاس أو الفراي أو مقبرة السيارات. والأخصائي هذا باش يكتشف الدليل اللي قلب الأمور رأسا على عقب، ويتمثل في أنه القادة بوزة متاع الكول فارغة تحت كرسي السائق، وهذا يعني أنه جوان قام باستعمالها باش يصب المحتوى متاعها على إيميلي ويشعل فيها النار، وهذا مباشرة بعد الحادث والاستدام في الشجرة. وإيميلي وقتها تحاول باش تحل الباب وهو أضرم فيها النار.
لكن إيميلي كما تعرفوا تمكنت من الهبوط في هكا الليل وولات شعلة نارية متنقلة في هكا الظلام. وقتها جوان خبى هكا القارورة متاع الكول تحت الكرسي متاعه. بتبيع هالمعطيات هذم الكل أعطاه للحرس في نفس الوقت دافع الجريمة والأداة متاعها. ونتعداو الأكثر تفاصيل. نهار 7 جون في 2009 جوان تحط في الإيقاف التحفظي والمحققين بدأوا في استنطاقه، لكن هو نكر كل ما نسب إليه وقال أنه علاقته بإيميلي طيبة لأقصى الحدود، ولو كان جات عكس ما يقول راهو كل حد مشى على روحه وما طلعتش معاه في الكهرباء. وكي سألوه على سبب تواجده في محطة الأرتيل، جوان اعترف أنه في الصباح كان موجود غادي وشاف إيميلي وصاحبها، لكن كانت صدفة، والدليل أنه من بعد قابل إيميلي ومشيت معاه للدار ولا حاسبها ولا عركها. وفيما يخصها كالطريق المشؤوم، كذب إيميلي وقال أنه مستانسين هو وياها يجيبه من غادي. ولهنا المحققين كي ما لقاوش حل معاه جبدوله على الدبوزة متاع الكول اللي لقاوها تحت الكرسي واللي ولات الدليل القاتل في القضية. في هالمرحلة هذه من القضية جوان تحط في الحبس في انتظار محاكمته، والحرس اعتقدوا أنه الدوسي متاعه تسكر، لكن المحامي متاع جوان جاب أدلة وقرائن تثبت أنه القارورة متاع الكول اللي لقاها الأخصائي في الكاس يعني الفيراي أو مقبرة السيارات ماهيش مطابقة للي شراها جوان، وقال أنه النوع متاعها مغاير تماما وماهوش موجود في السوبر مارشي اللي يقضي منه. وزاد طرح سؤال وقال هل يعقل أنه القارورة هذيك ما تتحرقش كليا وهي من البلاستيك وفيها مادة سريعة الالتهاب؟ إذا منين جات هالقارورة متاع الكحول اللي لقاها الأخصائي؟ وشنو السبب اللي خلاها لا تتحرق ولا تذوب في وسط النار؟ وفي نفس هالسياق المحامي متاع جوان اتمكن باش يتحصل على براءة موكله، وطلب إعادة كل الاختبارات اللي قاموا بهم الحرس، وباش يبين أنه اللي صار نهار 9 نوفمبر 2007 ماله إلا حادث لا أكثر ولا أقل. ومن جملة الخبراء اللي قدمهم المحامي واحد أثبت أنه وقت الاستدامة متاع السيارة قارورة الكول اللي كانت على الكرسي التيلاني اتنطرت في اتجاه إيميلي والإغلاق متاعها تحلي أنه ما كانش مسكر مليح. وهذا حسب اللي قاله جوان في الاستنطاق الأول أنه متعود كل دبوزة يشمها باش يتأكد منها. وعلى هذاك وكما قلنا لكم المحتوى متاع هكا القارورة اتكبب كله على إيميلي على شعرها ووجهها والجزء الفوقي من جسمها. المحامي زاد تمسك بحكاية الخنزير اللي شق الكياس وجبدته الرايحة اللي كانت في الكيس اللي يحملوه معاهم في هكا السيارة واللي فيه بقايا أمعاء متاع ذبيحة. وفي اللحظة هذيك جوان تفاجئ بالخنزير وصار الحادث. في نفس الإطار من مرافعة الموكل متاع جوان بقات مسألة النار اللي شعلت في إيميلي ومنها في السيارة معناها شنو المسببات متاع إضرامها. حسب المحامي هو احتكاك الصدمة خلف إتانسيل يعني شرارة، وخلق نوع من الإلكتريسيتي ستاتيك يعني ولد ما يسمى بالكهرباء الساكنة، وهذا ينجم يصير حتى في الهواتف الجوالة وإلا أثناء فتح أو غلق حزام الأمان. وحسب المحامي الحريق ينجم يصير خاصة إذا اعتبرنا أن الكحول تكب في مكان مغلق ويخرج غازات هي بنفسها سريعة الالتهاب. وحسب المحامي هذه هي الأسباب متاع الحريق. وبتبيع المعطيات اللي قدمهم باش يقلبوا الموازين رأسا على عقب. فيها الحقبة هذه من القضية ونهار 5 جون في 2017 يعني بعد 10 سنين تحقيق القضاء حكم بعدم سماع الدعوة لصالح جوان واللي خرج من السجن ولا حر الطليق. النيابة العمومية معجبهاش القرار وقدمت استئناف لأنه ملابسات اللي قام به جوان فيه العديد من الصدف واللي العقل يقبلها بصعوبة، وخلف هذا فما العديد من التقاطعات الأشياء لا يمكن تفسيرها بشكل مقنع
كيما مسألة قارورة الكول اللي تنطرت واللي النار شعلت فيها من غير أي سبب واضح. في نهاية الأمر النيابة وعلى ضوء هذا الكل أخذت ملف القضية وفحصته من الأول ومن جديد وطلبت تقارير جديدة من خبراء عينتهم المحكمة مش بتعيين من الدفاع. والمراجعة هذه أثبتت أنه الأحداث الكلها ماشية في اتجاه إدانة جوان، وبالطبيعة تم القبض عليه ومثل أمام المحكمة نهار 27 جوان 2019 بتهمة محاولة قتل إيميلي وتضليل العدالة بارتكاب حادث مفتعل وإضرام حريق وطمس المعالم اللي تثبت إدانته. لكن جوان بقى متمسك بنفس الأقوال وعاود أنه بريء براءة الذئب من دم يوسف، واعتبر أنه إيميلي هي اللي خلقت له التهمة من عدم. في نهاية القضية جوان تحكم بعشرين سنة حبس وربما يتسيب بعد 10 سنين أو أقل، هذا إذا كان يطلب سراح شرطي. لكن في الأثناء الفعل متاعه اللي كانت بدافع الغيرة تكلفت له غالية، ومن شيرة أخرى حكمت على إيميلي المسكينة أنها تعيش بقية حياتها مشوها. أما على الأقل تأكدت اللي جوان حب يقتلها والخطة متاعه فشلت، لأنه الأقدار شاءت عكس اللي كان يتمنى فيه. ولهنا ببقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.